السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شلونكم طلاب يا رب بخير شنو القبولات شلون نملي الاستماره الاستماره الالكترونيه تنطلق طبعا دائما وكل سنه الانطلاقه مال الاستماره الالكترونيه يكون بعد الدور الثاني لان هي تشمل الدور الاول والدور الثاني بسنه 2018 تلقوها باثناء امتحانات الدور الثاني فالطالب من يكمل امتحانات يقدر درجته ويجمع حوالي معدله ويقدر معدله بعدين يقدم المهم يعني قبولهم واحد بس قبل اعلان نتائج الدور الثاني هي انطلقت الاستماره وهي غالبا بعد الدور الثاني بس بسنه 2018 صارت اتوقع جزءك سنوات انا ما ادري بيها فيعني هي يطلقونها بعد اكمال امتحانات الدور الثاني حتى الطالب يعرف شنو نفسه ويقدم يقدر نفسه ويقدم شلون يقدم العلمي 40 كليه وعشر معاهد الأدبي توقع خمسة وعشرين كلية شلون تقدم؟ تكتب الكلية اللي انت تريدها بالبداية اللي قريبة من معدلك السنة صحيح معدلات عالية فش تسوى انت تباوع الحدود الدنيا العام ترفع معدلات العام درجتين احتياط او ثلاث درجات احتياط بعدين تنزل 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 لباقي الكليات وشوف لا تخلي كليات معدلاتها عالية حيل اكو طلاب شو يقولون يقول انا معدلي تسعين اكتبهن كلهن كلية طب تقبلنا غصبا عليهم لان انا كاتب كلية طب لا يا حبيبي انت خطأان بالعكس هالشي خطأ لان شنو فايدة التقديم اذا انت تسوي هيج شلون انت من كتبت هم راح يبعون الكلية الاولى تقبلك خوش ما قبلتك الثانية الثالثة الرابعة اذا انت كلهم مخلين ما يقبلنك ف... مرة على أربعين كلية وعشر معاهد كلهم ما قبلنك شو يسوون؟ يروحون الأخير مقعد بأخير كلية يا مقعد فارغ بالأخير كلية يخلونك أنت شايف أنت من أنت ما كاتب ترك سؤال يروحون لأخير سؤال تركونه فأنت حتلو السؤال الأخير كان صح فهسه حط له الكلية الأخيرة هي مو زينة يروحون لأخير كلية لأن أنت ما مرتب صح جزء مثالي صحيح ما الخطا خطأ ما أدري مثال اللي وضحتكم به فيا طلاب اللي تكتبه المفروض قريب من معدلك بينما اذا تكتبن كل عاليات راح تنظلم راح يسالوني زين اذا احنا سوينا اعاده ترشيح للسنه الجايه اعاده ترشيح راح نصير على قبولات السنه لو على قبولات السنه الجايه اكيد على قبولات السنه انت على قبولاتك ما لو تاجل الف سنه انت على قبولاتك ما تتغير لان انت الاسئله اذا انت راح تكون قبولاتك على ضمن معدلات هاي السنة وأسئلة هاي السنة ظلم إذا السنة الجاية غيروها فهي هيك قرار الوزارة فيا شباب ترتب من أول كلية رقم أربعين اتوقعها قبلك فترتبهن بالتسلسل وبالترتيب مثلا أنت معدلك مش قد معدلك ما مجهول يعني ليش أعطيكم أمثلة السنة كل شيء مشهور لنفرض معدلك تسعة وتسعين لنفرض وهي الإضافات وكل شيء العام التسعة وتسعين تقبل كلية طب ب... وكلية طب أعلى كلية طب هي تقبل بتسعة وتسعين السنة كل شي مشهول يقولون كلية الطب أعلى فش سوى أنت تخلي بالبداية كلية الطب اللي معدلها أقل أقل شي تخليها بالبداية بعدين تجي يعني تخلي يا كلية العام معدلها تقليل تبدي أنت الكليات اللي معدلها عالي حيل 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 لا تخليها لأن مكان راح تمليه خطا وما مستفاد منه كلية زينه فتخلي الكليات اللي مكانها بعيد والاقرب إليك مثلا انت منين هسه المعدلات اللي باغلب السنوات تكون قليله تكريت المبار، المثنى اذا انت من الجنوب قريب عليك المثنى اكتب المثنى بالبداية مثلا او انت من الشمال تكتب تكريت وهكذا في يعني وبعدها من كتابة مثلا انت ما كتبت تكتب وراها المثنى يعني ترتب الاقرب فالاقرب الانسب فالانسب شوف شنو انت شنو وضعك يعني اهم شيء انه تمليها بشكل صحيح واحتمال تنقبل باي وحده من هاي الاربعين يعني بسنة 2018 هم كانت المعدلات عالية فطالب من الطلاب بسنة من السنة هي ب 2017 كانت 99.1 تقبل طب بغداد فهو معدلة 99 قال انا خل اقدم هاي 2018 قال انا اكيد راح تنقبل قدم اول كلية كلية طب بغداد قال هاي كلية طب بغداد جامعة بغداد راح تقبلني قدم اول بداية على جامعة بغداد بعدين جامعة النهرين بعدين مهم قام اقدم على كليات جامعة بغداد ما قبلته كندي هم ما قابلته النهرين هم ما قابلته هو قال أنا مستحيل يعبرني أول أربع كليات بغداد طب بغداد طب الكندي طب النهرين طب المستنصرية قال مستحيل ذني يعبرني لازم قبلني بالأخير وين من قبل تسلسل 11 وكات بكاتب طب حمورابي عشر كليات قبل ما قبلنا طبعا هذا صديقه هو فالملئ كون أنت متوقع شنو اللي راحت قبلك توقع شنو راحت قبلك فتملي صحيح يعني تخلي كلية هيك من جارة يعني من غير فائدة خلي كلياتهم مرتبة بشكل صحيح واذا تق... تخلي كلهن عاليات معدلاتهن راح يشترونك باخير شي فترتبوا وروحوا لشخص مقدم قبل طبعا انا هم رحت الواحد قدم لي فانتم تروحون الواحد يفتهم بهاي السالفة هو اللي قدم لكم انا لا تسألون لان انا ما اعرف والسنة ما اعرف شنو قبولات فرجاء هالسؤال اسألون يعني انا متحرج منكم انت انا ما, ما تركت شخص ما رد على تعليقه من صارت الأسئلة شلون قبل وشلون قمت يعني أستحي شلون أرد أرد أقل ما أعرف يعني شو الفايدة من رد من أقل ما أعرف فيا شباب القبولات ما حد يعرفها الأسئلة اللي أقدر أرد لها أرد لها هو والأسئلة هواي هالأيام وإن شاء الله حاول أرد على الأغلبية إن شاء الله خير وطلاب الدور الثاني شدوا حيلكم وكملوا وإن شاء الله تكملون وتقدمون واللي يريد أي سنة قرار صعب صحيح بس إذا اتخذته بشكل قوي وفكرت به فهو قرار صائب إذا أنت قدها شدوا حيلكم طلاب اللي راح تعدون بالدور الثاني والدور واللي يعدهم دور أول على أنهم ما مأجلين ما ممتحنين دور أول فصارتهم دور ثاني ودور أول يا رب التوفيق لكم نسألكم الدعاء ولا تنسونا أبدا من دعاكم وإحنا ما ناسينكم في أمان الله